بحالة بسام الشيخ حسين شو بده يعني؟ هل اليوم سيتم التعاطي معه كمجرم؟ يعني القانون اليوم عم بيتعاطى معه بحالة منفصلة عن كل الأسباب اللي وصلته لهون. بصراحة بقول لك مش حابب أحكي قانون، لأنه هذا القانون ما بيلبق للحالة المطروحة، ما بقى يلبق، لأنه البعض عم بيقول إنه هذا دفاع عن النفس، إنه بيو عم بيموت وبالمستشفى بمعنى سلامة قلبه يعني، بس إنه الشخص في شخص مريض معرض إنه الخطر، هيدا عم بدافع بده يطبب بيو، شو كيف بده يتعاطى القانون؟ بدك يعني يعذرون الناس، عم بحكي عن قانون يمكن صبح بالي منه مطابق وريلاتيف للحاله اللي نحن فيها، لان نحن صبحنا بدنا غير شريعه. الماده 429 بتحكي انه الثأر او اذا بدك استيفاء الحق بالذات، استيفاء الحق بالذات هيدي اذا، بس هون النص حلو بيقول لك اذا حدا كان بامكانه مراجعه السلطات منيح وارتكب هذا الفعل، يعني كان قادر يراجع السلطات وارتكب هذا الفعل، هون بيقدروا يستفيدوا من هالثغرة إذا بدك وكلاء دفاعه مثلا. فبده يتعاقب. هلا قشت المادة اللي بعدها الـ 430 والـ 431 تيجي تقلك إنه إذا اقترن هذا الفعل بجرائم أخرى، كمان إذا هو 24 ساعة رجع عن هالفعل هيدا، يعني في عندك استثناءات كثيرة ممكن تسبب له إباحة إذا بدك أو استثناء. إنما إذا بدك تطبقيها مثل ما هي يعني دخل شخص مسلح مع عنف، المادة 430 بتعاقب من 3 أشهر لسنتين. أما إذا بدك تستفيدي أول شيء من فعل إنه منه قادر يرجع السلطات لأنه ما في حدا عم بيتجاوب، ما حدا عم بيرد عليه، إنه هيدي الشكوى حسب الـ 431 عقوبات بتتوقف على شكوى المتضرر، يعني هون البنك المتضرر، وبالتالي إذا لم يتقدم بهذه الشكوى ساعتها ما لم ترتكب جريمة أخرى مع استيفاء الحق بالذات بتكون موقوفة ومقصورة ومحصورة فقط بالتقدم بشكوى من المصرف. إنما كذلك بالمقلب الآخر، عم بحكي تقني بتأسف يعني مش وقتها نحكي تقني بس عم جاوبك، إذا هون ارتكبت جرائم أخرى مترافقة مع استيفاء الحق بالذات، يعني هون صار في عملية احتجاز للحريات، بتروح إلى مادة أشد هي 569 من قانون العقوبات، بتقلك هون الحرمان من الحرية بالخطف أو غيره من وسائل غير المشروعة، إذا استعمل الضحية أو الفاعل عفوا ضحيته رهينة للتهويل بغية ابتزاز المال أو الإكراه على تنفيذ رغبة أو القيام بالعمل يعاقب عقوبة مؤبدة. مشان هون بصلك هون برجع للتخفيض إلى النص، كنت سبق وغمست من قناة هالموضوع، في حال إطلاق سراح المجني عليه عفوا يعني من تلقاء نفسه الفاعل إذا أطلقه خلال 24 ساعة دون ارتكاب جرائم أخرى، اللي هو بينطبق على حالة شو معقد الأمور يعني. أنا شرحتها بس إنه هو أساساً هذا الجرم لم يدم 24 ساعة، يعني عندك إذا كان جرم عندك بمطارح يعني معينة، أنت استنتجتي مزبوط، عندك بمطارح معينة من كل هالنصوص اللي عرضتها بسرعة واللي بأسف عم بحكي تقني، إنه بمطارح معينة فيك تستفيدي وتقولي إنه هيدا الشخص قام بذلك نظرا لأعمال الضرورة. يعني أول 200 مادة بالموجبات بالعقوبات عفوا بتلاقي كمان أسباب للإباحة وللتبرير وللتخفيف وغيره، هي فكرة النية الجرمية يعني هون بيقدر يطلع منها. فيك تلاقي عرفتي كيف بمجال معين لا تعطي إذا بدك نوع من التخفيف على هالشخص هيدا، بس بتطبق القانون بحذافيره بتروح إلى المقلب الآخر اللي حكيت أنا عنه، إنه ترأف مع جرائم أخرى متعلقة باحتجاز حريات وغيره. طيب بس هون كيف بده يكمل البلد بهذا؟ يعني اليوم البعض رح يقول إنه أنتوا ممكن تكونوا عم تنشروا الفوضى إنه بهيدا المنطق، إنه لو إنه هو ما قام بهذا العمل أخذ وديعته تشيك بانكير وراح صرفها برا عند الصراف كان بيقدر يحصل على مبلغ من المال وما وصل. لا أنا ما بوافق على هالنظرية، رح أقول لك ليش. لأنه اليوم لو أخذ شيك بانكير يا بياخده رضائيا يا أما إذا هو قام بأي إذا بدك ضغط على البنك، البنك رح يروح يدع له إياه عند كتب العدل عرض وإذا يقول له خده واصطفل فيه ما رح فيه يفتح حساب بمطرح آخر، لأنه ما في بنك تاني رح يقدر يحمل عبء هاي الوديعة الجديدة جايته ما له مصلحة فيها لأنه عبء، فرح يضطر ياخد هالشيك عند الصراف ويصرفه بما يقارب 10%، بكون حرق كل وديعته.
يعني هال 200 ألف مثلا ما بعرف قديش هو 209 ألف وديته طيب. يعني عمليا بكون أخذهم قديش 12 ألف أو 10 ألف ما بعرف يعني، فبالتالي بكون حرق كل وديعته. إذا بدك تخذيها بالإطار الفعلي الواقعي للأمور، وقت الأخذ هو مبارح قديش 30 50 ألف 30 ألف بكون أخذ يعني على القليلة أكثر، وبقيت وديعته محافظ عليها مش أنه حرقها كلها. بس طيب اليوم كل أنا من دون ما أكون عم برر طبعا